ما بقاش ينفع نقول ما نعرفش، لا لازم نعيش مشكلتنا ونبقى شايفين، عشان انتوا مش قليلين، الشعب المصري مش قليل ان هو يبقى مدرك حياته وظروفه وهل مستقبله. فبقول المفروض يبقى ثلاثه اثنين ثلاثه، يعني ده بقول اسره تكلف 4-5 آلاف جنيه واديله 135 جنيه يصرف، هيبقى حاله عامل ازاي؟ الشغل حق. طب بس نعمل شغل للناس، يعني الشغل لازم هنشتغل مفيش كلام، لكن احنا محتاجين نزود الدخل ده باسلوب غير مباشر. ايوه كويس بسيط خالص، بس الشرط ان كل المصريين، وعشان كده قلت الست المصريه، ان هي يعني ماسكه كل مصر، المصروف هي المصروف، الراجل وفي البيت وبره البيت، اللي هي معاها الزوج ومعاها الابناء ومعاها الاطفال. انا اللي طلبه اصلا مش كتير، طلبه مش كتير خالص، هتشوف بس قد ايه اللي بطلبه صغير ونتائجه كبيره. طب اسمعوا مني، يعني انا لو قلت لك احنا كنا بنتكلم من كام يوم كده على الطاقه، والناس خايفه ان الحر لما يخش، الله يريد شهيره جدا، الكهرباء تقطع كتير، وده صحيح، صحيه بالصليب وكده، وده صحيح. لا مش كده، انا لسه بقى طب ايه البدائل الجديده معاكم انتوا؟ انا كان ممكن قوي ان انا اقعد معاكم واسلم عليكم كلمتين حلوين، لا حاضر، ونتصور مع بعض ونشوف، مش كده؟ لكن انا شايفكم اكبر من كده بكتير، شايفكم اعظم من كده بكتير، شايف ان ممكن الحلم انا داخل على دوله صوفة صعبه، داخل على دوله صوفة صعبه، عايزين تساعدوا معايا في الكلام ولا في الكلام في الموضوع وخلاص. طيب خدوا مني، انا ما طلبتش منك حاجه، يعني بقول لحضرتك ممكن تساعديني انك تشيل لمبه من البيت، في حد؟ شوفوا الست المصريه بتقول لي ايه؟ بتقول لي ده احنا نشيلها خالص. ثلاثه اسهم. لا يا ستي والله. لا احنا ما قلناش كده، بس الولاد يذاكروا على دماغي. لو طفينا الانوار ده كويس، لكن لو انا بقول بقى لغايه لما نشيل اللمبه دي، استني مش هتقطع لو عملنا كده. هقول لك ليه، يعني خدوا مني، مش قالت حفيظ عليم؟ طب اسمعوا ازاي هو حفيظ عليم، يعني احنا عندنا 25 مليون بيت او شقه وفيلا وكده.